Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Inna Muhammadin abdullah wa qulana wa la ilaha illa Allah. Amma ba'du. Hadirin Thank you.
ألم يعلم أن الله
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يملون إلا صيحة واحدة تأخذهم الأرض وهم يخسفون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا في معقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم خالدون فاكهون هم وأزواجهم Yeah.
يصلح كلا جلاله يا مصور كلا جلاله يا غفار جلا جلاله يا قهار جلا جلاله يا وهاب جلا جلاله يا رزاق جلا جلاله يا فتاح جلا جلاله يا عليم جلا جلاله يا قبير جلا جلاله يا باسط جلا جلاله يا مغفر جلا جلاله يا رافع جلا جلاله يا معيد جلا جلاله يا مدير جل جلاله يا سميع جل جلاله يا مسيء جل جلاله يا عقل جل جلاله يا عدل جل جلاله يا لطيف جل جلاله يا قدير جل جلاله يا حبيب جل جلاله يا حبيب جل جلاله يا غفور جل جلاله يا شكور جل جلاله يا عزيز جل جلاله يا حميد جل جلاله يا مجيد جل جلاله يا حسين جل جلاله يا كريم جل جلاله يا حليم جل جلاله يا رحيم جل جلاله يا مجيب جل جلاله يا واسع جل جلاله يا حكيم جل جلاله يا Thank you.
وتخشب في القلوب وتزين في الصعود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اجعل معهم وتقبل ثوابنا لما كرهوا لهم في سورة ياسين وإن أشفر حسنا بهذا المسجد تنبية منا واسلا رحمة من ملك ناسلا وبركة سامية إلى حضرة شيخنا شابينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بشرته وذرياته من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وبلغنا أكبر من أربع رسلين فإذا أمرك القرآن العظيم فإذا رحل عن هذه الوجدين ومبرد في الدين ونامع الآمنين والكبار محدثين القرآن المصري والسلطيات المحققين ثم إلى أرواح الأولياء والصلوات الصالحين سلطان الأولياء صيام الأفراد الذين ثم إلى أرواح الوالدين ثم إلى كيس الأمر ثم إلى أبائنا وأمهاتنا وأسرتنا وجداتنا ولمعلمينا كرامتنا ثم إلى علمنا اجتمعنا هنا بسلام يجعل الله ما اعترضنا ذلك منا إليك اللهم أدحي جاهلنا وإنها وإنك القوم بالقدر اللهم اغفر لهم وارحمهم وآت ما تعلمهم وأكرم نزلهم ووسع مغفرهم وارحم فلوحشمتهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا وعلى جميع الأهل وأهل القبور من المسلمين والمسلمين والمؤمنات عباد المدرجات وعباد السيئات والمؤمنات الجنة وأن أكرم المؤمنات يا أيها الرحمة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي اللهم من قضى عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن له العلم الحقيقة ذلك القوم الخير كفاء من الاحبه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لا تجعل في قلوبنا ذلا الا ربنا انك غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد يا مفرد يا مفرد الفرد يا مفرد يا مفرد مستقيم أغفرنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنك أجرت ياسين شفاعة تذكرها ولمن قلت أمرنا أنك على المستعين وعلى المستعين وعلى المستعين وعلى المستعين Amen.